السلام عليكم أعزائي الطلبة، أرحب بكم في هذا الدرس البسيط جدا حول مسألة اللفظ والصوت. وكذلك شفت أغلب يعني كثير من الطلبة شوية ضعفاء بالقراءة وشوية باللفظ يخطئون. عندنا صوت التش، إذا اجتمعت مثل ما تعرفون حرف السي والاتش إذا اجتمعوا سوا ينطينا صوت تش تش تش. كثير من الكلمات ينطينا صوت التش، أوكي؟ لكن اكو بعض الاستثناءات بالنسبه لما يخص يعني المناهج اللي موجوده. نوبات السي والاتش ينطينا صوت ك ك في بعض الكلمات. خلينا نشوفها. عندنا مثلا الكلمه مشهوره جدا اللي هي سكول سكول. نوبات اشوف بعض الطلبه يلفظوها سكول سكول، بس هي لا، هي سكول ك سكول. ايضا كلمه ايك ايك بمعنى الم. بعض مثلا عندي مثلا هيدك 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 اللي هو وجع راس او صداع. توث ايك توث ايك الم اسنان. اير ايك اير ايك، اوكي. ايضا كلمه ستومك ستومك بمعنى معده او بطن، اوكي. ف يعني ننتبه للصوت تش في بعض الكلمات يلفظ ك. بعض ايضا اذا تتوسع بالموضوع اكو كلمات اخرى مثل الكهول الكهول يعني بمعنى الكحول. فاللي يحب يتوسع بالموضوع راح يلقي بعض الكلمات اللي يعني تلفظ ك وليس تش، اوكي اعزائي. فارجو الانتباه لهذا الصوت. تقبل تحياتي والى اللقاء.